السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعين القناة في كل مكان. أنا هنا في قناة بوتس بحاول أشارك معاكم تجاربي في الزراعة المنزلية وكل جديد في مجال نباتات الزينة. فلو أنت جديد معانا وأول مرة تشوفنا، اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة بوتس. النهاردة هنتكلم عن نبات السجاد وازاي نحافظ على نبات السجاد بتاعنا. السجاد او الكوليوس من اشهر نباتات الزينة ومن اسهلها في الرعاية. هو نبات نصف ظل بيحتاج ضوء عالي ودرجة حرارة متوسطة. السجاد بيحب الاضاءة القوية وليس اشعة الشمس المباشرة. كل ما كانت الاضاءة قوية كل ما زاد جمال النبات وجمال الوانه، وكل ما كانت الاضاءة ضعيفة بتقل الألوان الزاهية والجميلة المميزة لنبات السجاد. وكمان تعرض نبات السجاد للشمس المباشرة بيحرق الأوراق بتاعتها وبيخلي نبات السجاد في حالة ذبول. السجاد بيحب التربة الخفيفة سهلة التصريف، يعني ممكن تزرعها في تربة بيتموس أو برلايت أو خليط بين الرمل والبيتموس. غير كده بيكون نمو النبات السجاد ضعيف عشان الجذور ما بتكبرش براحتها. بالنسبة للري، السجاد بيحب الرطوبة في التربة، وطبعا الرطوبة ما توصلش لحد إغراب النبات لأن ده هيسبب خنق النبات وموته. ولا جفاف التربة مناسب للسجاد لأنه هيأثر على الأوراق وهيسبب ذبولها. يعني نحافظ على رطوبة التربة من غير جفاف ولا ري زائد وإغراق للتربة. السجاد كمان بيحب درجة حرارة دافية. درجة الحرارة المناسبة لنبات السجاد هي من 22 درجة ل 24 درجة مئوية. والسجاد لا يتحمل البرد إطلاقا، البرد بيموت نبات السجاد وبوقف العصارة بتاعته. ودي كانت معلومات بسيطة جدا عشان نحافظ على نبات السجاد بتاعنا. طبعا لو عندك أي سؤال أو استفسار ممكن تكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو او على صفحتنا على فيسبوك او واتساب اللي هتلاقي لينكاتهم تحت الفيديو. واستنونا فيديو جديد ونبات جديد مع قناة بوتس. مع السلامة.